باكل جزائري بقالي اسبوع، الاكل جميل بس ما اكلتش رز، حاسس اني خرمان. فجينا مخصوص ناكل رز. المكان هنا اسمه ايه؟ المكان هنا اسمه ايه؟ هذا كنار. ليه؟ كنار. 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 ماشي. هناكل رز في النار، بقالنا اسبوع مش بناكل رز. اخيرا هناكل رز. حمص مش رز، انا حمص. ماشي ماشي. حمص. ماشي. نزل ربع دجاجة اهو. هي الربع دجاجة شبه الدجاجة اللي حدانا، يعني احنا حدانا الدجاجة كده. ده ربع بس. وده حمص. انا بحب الحمص في الاكل. بصراحة ما صدقت الاقي حمص يعني الصراحة. لقيت واحد تاني بياكل حمص، قلت له هات لي حمص. رغم ان انا طالب رز وفراخ بس برضه هاكل معاهم حمص يعني. طبعا نازل احنا بيقول عليها في مصر مشنة عيش اهي من غير ما تطلب ولا حاجه، وحمص ودجاج، واهم حاجه اللي احنا مستنيينها وجينا عشانها الرز. النار اللي احنا فيها دي على الطريق بين جيجل وميلا، احنا كده رايحين على سد بني هارون علشان نصور اكبر سد في الجزائر. رز يا جماعه، رز. اخيرا هناكل رز في الجزائر. كتير حوست على ما جيت محل وعلى الطريق، يعني مش مرتب ولا حاجه. فعلى ما جابوا الرز كنت انا اكلت الحمص اصلا، والدجاجه اللي هي ربع الدجاجه شبه الدجاجه بتاعتنا دي. ارجع لكم بقى واسلم لكم الاطباق دي نظيفه ان شاء الله. الرز جميل وعليه خضار وزيتون وجزر وبطاطس، طعمه زي الفل. ونخش في الفراخ ونرجع. يا جماعه ورك الصدر الفرخه كبير، ده الجناح. الجناح شبه الورك اللي حدانا والله. الجناح عامل ازاي؟ ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله الاكل كتير والله. صدر الفرخه هنا جد الفرخه بتاعتنا، اقسم بالله. انا طبعا نازل في الحمص اللي بحبه، ويا رب اقدر اخلص صدر الفرخه لانه الحمد لله. الحمد لله قمنا بالمهمه وملينا المعده رز، ولسه باقي رز. خلصت الحمص عشان بحبه، ما قدرتش اخلص الرز عشان اقدر اخلص صدر الفرخ. والعيش ما شاء الله زي ما هو. ده المطعم اهو، وده صاحب المطعم. العربيه منتظرانا اهي. ده المنظر يشهي زي ما بيقولوا، ويخلي اللي شبعان يبقى جعان ويخش ياكل. والمكان هنا اسمه القنار. طبعا احنا كده بنعدي طريق سريع. فلازم نكون احنا اسرع من الطريق.